اذا كان ليمون باي تارت او شوكولات باي تارت لازم اعمل عجينه سابليه بطعم الفانيليا وعجينه سابليه بطعم الشوكولاته. واتفقنا ان عجينه السابليه 1 2 3، 1 سكر 2 زبده 3 دقيق والبيض. سهله جدا. وبعد كده نشوف التكنيك بتاعنا، وبعد كده نبدا نعمل الحشو بالليمون ونعمل الحشو بالشوكولاته. تعال اما نشوف اول حاجه عشان نعمل السابليه بالفانيليا. ادي ربع كيلو من الزبده، واحط عليها نص ثم كيلو من السكر الباودر. خطواتك كده يا عم حسني اهو قدامك اهو. يبقى حطيت كوبايه وربع من الزبده على كوبايه، نص كوبايه ومعلقه من السكر الباودر. اول خطوه كده عشان اعمل فانيليا، واحده واحده كده مع بعض. وبعد كده ابدا اشغل على السرعه الاولى عشان ادوب السكر واحده واحده. خدي بالك من التكنيك، وهعلق على اللي انا هعملها برضو بالايه، بالشوكولاته. يبقى دي بطعم الفانيليا ودي بطعم الشوكولاته. هحط بنفس التكنيك اهي كوبايه وربع من الزبده على نص الكميه من السكر بودره بنفس الطريقه قدامك اهو. وبعد كده اشغل على السرعه الاولى بنفس التكنيك. يبقى هنا هعمل سابليه بطعم الشوكولاته وهنا هعمل سابليه بطعم الفانيليا. يبقى خطواتك الاولى اهي على طول زي ما انت شايف كده شوكه. نعم عندي السكر، اتاكد ان هو داب كويس. بعد ما داب كويس ارفع الخفق عشان يبقى كريمي كده. خدي بالك من التريكه دي، بقى كريمي. خدي بالك لان انا منعم الزبده قبل الهواء، خدي بالك ليه. وهنا نفس الكلام اهو، ارفع عليه الخفق. يبقى ربع كيلو من الزبده على 8 كيلو من سكر البودره على شويه فانيليا على 2 عدد بيض. خدي بالك من الكميه اهو، يبقى هنا 2 عدد بيضه وشويه فانيليا. واخفقهم مع بعض كده بكل سهوله. الخليط بقى كريمي خالص. اوقف المكنه بتاعتي واجيب الجناب عشان اتاكد ان الخليط كله تجانس مع بعض. خدي بالك من التريكه دي، جيب الجناب بتاعتك يا حاج ام احمد. الو. ايوه السلام عليكم. بعد ما نعمل الزبده مع السكر وبقت كريمي كده يا عم حسني، هنزلها 2 عدد بيض مع ذره فانيليا واحده واحده كده. ويا جمالك يا عم حسني، الحمد لله على سلامتك يا عم بشوي. ماشي. وبنفس الطريقه برضو الزبده هنا نعمل واحده واحده في الجناب، نعمل الزبده مع السكر وبقت كريمي. اجيب 2 عدد بيض برضو مع ذره فانيليا وانعمها كده يا حسني مع بعض. خطواتك كده واحده واحده اهو، واروح منزلها واحده واحده كده عشان الخليط يبقى كريمي. يا جماله. واجي هنا بقى يا حسني، انا برضو نفس الكلام، اعلي عليها عشان تبقى كريمي. عندي هنا 3 كوبايات من الدقيق ونص معلقه من الملح. اقلب الملح عشان الرطوبه كويس في الدقيق. التركه بتاعت السابليه بعد ما نعمل خليط عندي الزبده والسكر كويس قوي، واديته 2 عدد بيض واديته ذره فانيليا، بقى كريمي كده يا حسني. بص عليه، الله ينور يا بشوي، الحمد لله على سلامتك. زي ما انت شايف كده قدامك اهو بقى كريمي. التركه المهمه، وعندي الدقيق بتاعي اللي خد ذره ملح عشان السابليه ما يقطمش معايا. احط الدقيق واول ما يختفي الدقيق اعمل ستوب للمكنه. بس عشان اعمل الخليط بعد ما نعمل كده لازم الم الزبده تاني والسكر والبيض الكامل مع بعض.